يعني كنتم تتهمون الديمقراطية بأنها فكر مستورد وأجنبي. ما الذي تغير بعد ذلك وشاركتم بثورة 2000 أو نكبة 2011 أو تظاهرة 2011؟ هو في الحقيقة يعني مسألة التشدد هذا كلنا يفسرها بطريقته. نحن نزعم وندعي أننا اتجاه وسطي، لا نأتي بشيء ليس في دين الإسلام، ولا نتنطع، ونرفض الغلو، نرفض العنف، نرفض التطرف، نرفض الأفكار، نمضي وفقا لرحمة القرآن ولرحمة برنامجكم بلا رحمة. نحن نمضي وفق برنامج رحمة القرآن ورحمة السنة، ليس بيننا يعني أفكار فيها مغالاة، كل ما نلتزم بما قاله الله وما قاله رسول الله. طب هل ما زالت الديمقراطية فكر مستورد أجنبي؟ بالنسبة للديمقراطية هناك يعني شقان في بالنسبة للديمقراطية، شق إجرائي بشري، هذا نوع من الاجتهاد، يعني كيف نختار الحاكم، كيف نحاسب الحاكم، كيف نبني مؤسسات شعبية. هذا الجانب الإجرائي ليس فيه إشكال. في جانب تشريعي، الجانب التشريعي هنا نحن نقول أننا جميعا كمسلمين التشريع حق لله، لا نختلف مع أحد من المكونات والتيارات السياسية في المجتمع اليمني، بمعنى أنه لا يوجد تيار يمني سياسي يعلن أنه يرفض الشريعة الإسلامية أو يرفض حكم الله. الديمقراطية إذا فهمناها بهذا الجناحين، في جناح في شق منها إجرائي هو الشق المقبول، شق نظري باعتباره بشري، وشق تشريعي الجانب. نحن لسنا مثل الغرب، نحن مسلمون، الغرب يقول أنا نعرض قضايا الحلال والحرام للتصويت، وهذا غير وارد عندنا كمسلمين. نحن نأخذ الجانب الإجرائي وهو الانتخابات، وهذا جانب بشري.